ده ان شاء الله فيديو لامتحان شهر فبراير اللي نازل كله على يونت 1. اول حاجه بيقول لي ايه انواع الموشن. اول نوع من انواع الموشن علينا اسمها بيريودك موشن. كلمه بيريودك موشن يعني حركه بتتكرر على فترات متساويه، زي الساعه عقرب الثواني بيمشي بيكمل ثانيه في نفس الوقت، يعني كل ثانيه يتحرك نفس الحركه، يبقى دي اسمها بيريودك موشن. حركة الأرض حوالين نفسها مرة كل 24 ساعة، يبقى كل الحركات المنظمة اللي على فترات متساوية بنسميها بريودك موشن. إيه تعريف البريودك موشن؟ موشن ريجولار ريبيتد إن إيكوال بيريود أوف تايم. طب إيه أنواع البريودك موشن؟ قال لك الحركة البريودك نوعين، يا إما حوالين نقطة ثابتة وساعتها بسميها أوسيلاتري موشن، يا إما بتمشي في صورة ويفز بنسميها ويف موشن. يبقى أوسيلاتري موشن ويف موشن. الجسم اللي بيتحرك بيهتز اسمه اوسوليتنج بادي. النقطة اللي في النص بنسميها ريست بوينت او اوريجينال بوينت. المكان البعيد بنسميه ماكسيمم ديسبليسمنت، يعني اقصى ازاحة. يبقى النقطة اللي في النص ريست بوزيشن او اوريجينال بوينت، والنقطة اللي على جنب اسمها ماكسيمم ديسبليسمنت. قال لك كل ما الجسم بيتحرك بعيد سرعته بتقل، كل ما يبعد بعيد عن الريست بوزيشن الفيلوسيتي بتقل. كأن ده بيتي والنقطة اللي في النص بيتي، كل ما ابعد عن بيتي قوته تقل، كل ما اقرب من بيتي قوته تزيد. يبقى الفيلوسيتي انكريز وين وي جو اواي، فيلوسيتي انكريز وين وي ريتيرن تو ريست بوينت. طيب ايه بقى تعريف الاوسيلات موشن؟ هقول له نوع من انواع البريودك موشن. بريودك موشن اوسيليتنج بودي around rest point، واكمل اقول ايه repeated regular and equal period of time. يبقى oscillating body around rest point. بعد كده مديني قانون الكاينتيك انرجي. انا لو قلت على الجسم ده عندي عربيه، العربيه دي فيها طاقه حركه اكتر، كل ما العربيه كانت ماسه اكتر يبقى مخزنه طاقه حركه اكتر، كل ما العربيه كانت اسرع يبقى مخزنه طاقه حركه اكتر. يبقى قانون الكاينتيك انرجي half by mass باي فيلوستي سكوير. يبقى علاقة الماس بالكاينتيك علاقة دايركت، وعلاقة الفيلوستي بالكاينتيك علاقة دايركت. نفس الحركة بتاعت الرسمة دي زي البندولوم بالظبط، النقطة اللي في النص بنسميها ريست بوينت، وهنا وهنا بنسميهم ماكسيمم ديسبليسمنت. كل ما نقرب للريست بوينت السرعة تزيد، كل ما نبعد عن الريست بوينت السرعة تقل. طب زي مين حركته أوسيلاتري؟ لازم أحفظهم كلهم بالتفصيل. في ثلاثة حرف الاس: سبرينج، سوينج، ستريتش سترينج أو سترينج. سبرينج، سوينج، سترينج، بندولم، أند تونينج فورك. طب ليه الروتاري بي مش بعتبرها أوسيلاتري؟ قال لك لعبة النحلة دي ممكن تميل في جنب أكتر من جنب. انا اقول امتى اقول على الحاجه اوسيلاتري؟ لازم المسافه دي تبقى قد دي بالظبط، لكن لعبه النحله ممكن تميل في حته اكتر من حته. يبقى لعبه الروتري بي ممكن اقول عليها بيريودك. طب ليه بيريودك؟ ريبيتد ريجولار ان ايكوال بيريود اوف تايم. طب ليه مش اوسيلاتري؟ نوت ريبيتد ايكوالي ان ذا تو سايد، مش بتهتز على الجنبين بالتساوي. طب بنرسم رسمه للبريودك موشن، سوري الاوسيلاتري موشن. بنقول ابسط حركه للاوسيلاتري موشن لما الجسم يتحرك كده، هقول له A B B A A C C A، دي ابسط حاجه. طب لما نيجي نرسمها تترسم ازاي؟ اللي انا برسمه ده اسمها كومبليت اوسيليشن، لفه كامله. يبقى الكومبليت اوسيليشن دي اللفه كامله عباره عن كام امبليتيود، كام ازاحه؟ اربعه. يبقى A هنا 1 2 3 4، يبقى اللفه الكامله عباره عن 4 امبليتيود. بنسميها ايه المنظر ده؟ بنسميه سمبل هارمونيك موشن. السمبل هارمونيك موشن بقول ات سمبلست فورم اوف اوسيلاتري موشن، ابسط انواع الاوسيلاتري موشن. ابتدى بعد كده يقول لي ايه تعريف الكومبليت اوسيليشن؟ امتى اقول على اللفه دي لفه كامله؟ قال لك لما يعدي بنقطه ثابته مرتين ورا بعض في اتجاه واحد. يبقى هقول له الكومبليت اوسيليشن motion of oscillating body when it passes by fixed point two successive time in same direction، لما يعدي بنقطة ثابتة مرتين متتاليين. يعني مين في دول اعتبره oscillatory complete oscillation؟ دي amplitude ربع واحدة كده، نص كده، 3 quarter كده، 4 amplitude يبقى لفة كاملة.
طب لو قال لي الحتة دي هتعتبر الحتة اللي بلونها كده الربع، كده النص، كده 3 كوارتر، كده كومبليت اوسيليشن، اللفة الكاملة عبارة عن القطعة كده كاملة، يبقى الامبليتيود بيساوي كوارتر من الكومبليت اوسيليشن. في تعريف للامبليتيود، الامبليتيود اللي هي الإزاحة، أقصى حاجة ببعدها اسمها امبليتيود. إيه تعريف الامبليتيود؟ maximum displacement away from rest position، maximum displacement يبقى amplitude. طبعا التعريفين دول معايا حتى في الليسون اللي بعده. ايه تعريف البريودك تايم؟ كلمة بريودك تايم يعني time taken to make one complete oscillation، الوقت اللي باخده عشان اعمل لفة كاملة. طب امال الفريكوانسي العكس، number of complete oscillation in one second. ايه ده عايزين نفهمها؟ انا كده جبت جسمه عمال يعمل complete oscillation، الوقت كله اسمه time، امال البريودك تايم ده ايه؟ البريودك تايم ده وقت اللفه الكامله، الوقت اللي خلصت فيه لفه كامله اسمه بريودك تايم، لكن التايم ده الوقت كله. الفرق بين التايم والبريودك تايم، البريودك تايم ده وقت لفه كامله، نحسبه ازاي؟ التايم كله عن number of complete. عكس البريودك تايم وعدوه اللدود هو الفريكوانسي، الفريكوانسي بيساوي ايه؟ العكس، number of complete oscillation in one second. طب ايه القانون ده؟ القانون بتاع ده والقانون بتاع ده؟ هقول له البريودك تايم بيساوي تايم على النمبر، امال الفريكوانسي نمبر على التايم. يبقى لما نعمل multiplication نضرب ده في ده، نضرب البريودك تايم لما نيجي نضربه في الفريكوانسي يطلع الناتج ايه؟ 1. يبقى multiply frequency by periodic time equal 1. ايه السبب؟ هقول له عشان البريودك تايم ريسيبروكال للفريكوانسي، هما الاثنين مقلوبين لبعض. يعني لو انا حسبت مساله البريودك تايم طلع 5 يبقى الفريكوانسي 1 اوفر 5. طب لو الفريكوانسي طلع 5 البريودك تايم 1 اوفر 5. اي حل اجيبه الفريكوانسي العكس. طب بقيس التايم بالسكند وبقيس الفريكوانسي بالهرتز. بقيس الفريكوانسي بالهرتز وممكن كيلو هرتز او ميجا او جيجا. ايه الفرق بين كل واحد؟ الكيلو 10 باور 3، الميجا 10 باور 6، الجيجا 10 باور 9. عشان اعمل تحويلات اعمل ايه؟ لو بحول من جيجا لهرتز الجيجا دي وحده اكبر يبقى 10 باور 9. طب لو من هرتز لجيجا هيبقى 10 باور نيجاتيف 9. طب لو من كيلو لهرتز يبقى 10 باور 3. طب من هرتز لكيلو 10 باور نيجاتيف 3. يبقى احنا نحفظ قانون من وحده اكبر لوحده اصغر الباور بالبوزيتيف والعكس يبقى الباور بالنيجاتيف. طب ايه علاقه الفريكوانسي بالبريودك تايم؟ العلاقه بينهم انفرسلي. عشان كده لما اعمل باي البريودك باي بريودك تايم باي فريكوانسي ايكوال 1 بنقول عليهم هما الاثنين ايه لبعض؟ ريسيبروكال، يعني مقلوب الحاجة. يبقى العلاقة ما بين الفريكوانس والبريودك تايم علاقة عكسية، أعمل كده علاقة انفرسلي. هو وين ذا فريكوانس انكريز بريودك تايم انكريز؟ عايزين نفهمها. هرسم رسمة اهي، ادي الرسمة نمبر 1 والرسمة دي رقم 2. مين عنده فريكوانس أعلى؟ هقول له رقم 2 عنده فريكوانس أعلى. طب مين عنده تايم أكتر؟ هلاقي 1 عنده وقت أكتر لكن 2 عنده وقت أقل، يبقى كل ما الفريكوانسي يزيد البريودك تايم. طب جاي لي مسألة نراجع بيها. أول حاجة اللي من الخط اللي من فوق ده أمبليتيود، أشوف أقصى ارتفاع وقف عند رقم كام، يبقى الأمبليتيود 2 سنتيمتر. طيب البريودك تايم الخط اللي تحت ده، طيب الوقت ده وقت إيه؟ وقت نص لفة كاملة. أو أنا أعمل كده في الامتحان، أرسم لفة كاملة، اللفة الكاملة وقفت عند 0.4 يبقى البريودك تايم 0.4. أنا جبت البريودك تايم وأكتب سكند، أقدر أجيب الفريكوانسي، الفريكوانسي 1 أوفر بريودك تايم وأكتب جنبها كلمة هرتز. هنا رسمة مدهاني بيقول لي عايز الأمبليتيود، أمبليتيود بجيبه من الخط ده، أقصى ارتفاع هنا هيبقى 3 سنتيمتر، ده الأمبليتيود. طب عايز البريودك تايم، أرسم لفة كاملة قبل ما أشتغل. ايه ده اللفه الكامله خلصت هنا، يبقى البريودك تايم 0.04. طيب ده البريودك تايم، اقدر اجيب الفريكوانسي 1 اوفر بريودك تايم واكتب جنبها هرتز. ليسون 2 كان بيتكلم على الويف موشن،
مبدئيا كلمة ويف يعني ايه؟ انا رميت طوبة في المية فحصلت موجة. الموجة دي عبارة عن disturbance that propagate and transfer energy، بينقل الطاقة من مكان للتاني. انا لما اجي ارمي دومنا، دومنا قدام بعض كده، الدومنا الاولى مش بتتنقل وتروح اخر واحدة، امال ده بينقل الطاقة لده لده، يبقى transfer and propagate energy. طب نوع الحركة اللي بتيجي من الامواج اسمها wave motion. ايه الويف موشن؟ نوع من انواع البريودك موشن. بتيجي منين؟ vibration of medium in a different direction. vibration of medium in different direction. in different direction. اتجاه الموجة بنسميه line of wave propagation، يعني direction of wave. بعد كده بيقول لي ايه انواع الويفز. الموجات بقسمها تقسيمتين، حسب الدايركشن وحسب الابيليتي، حسب اتجاهها وحسب قدرتها على الانتقال. طب حسب الاتجاه بتتقسم لايه وايه؟ في موجات بتنتقل عمودي على الاتجاه، الميديم ماشي عمودي على الاتجاه، ادي الموجه ماشيه الاتجاه ده، الاقي الميه ماشيه عمودي على الاتجاه، فالموجه دي بنسميها ترانسفيرس. طب وموجات الصوت، الصوت ماشي في الاتجاه ده، الاقي الصوت كله ماشي في نفس الناحيه، الموجه دي بنسميها لونجيتيودن. طب حسب الابيليتي، في موجات ضعيفة لازم حد يشيلها وينقلها، اسمها موجات ميكانيكال، وفي موجات عندها قدرة ان تخترق القارات، تسافر عن طريق القارات، دي بنسميها الالكتروماجنتيك. ده شكل الموجات الترانسفيرس. هقول على الموجات الترانسفيرس متكونة من كريست وترف، والموجات اللونجيتيودنال الحتة المضغوطة اسمها كومبريشن، والمفكوكة اسمها راريفاكشن. طيب هنا بيقول لي ايه تعريف الموجات الترانسفيرس؟ هقول له كلمه ديستربنس يعني ويف، ديستربنس ميديوم فايبريت بيربنديكولار يعني عمودي. طب اللونجيتيودنال ميديوم فايبريت الونج، ترانسفيرس بيربنديكولار واللونجيتيودنال الونج. طب متكون من كريست وترف، وهنا كومبريشن وريفاكشن. ايه تعريف الكريست؟ هايست بوينت، ترف لوست بوينت، كومبريشن highest density and pressure, rarefaction lowest density and pressure. الكمبريشن هو هو الكريست، والrarefaction هو هو الترف. طبعا مهم جدا جدا موضوع الجاكوزي، في انابيب اسمها جاكوزي بستعملها يا في المستشفى يا اما في النوادي الرياضيه. دي عباره عن بتطلع موجات ووتر في صوره سيركلر، موجات دائريه. طيب امتى بستعمل هوت ووتر وامتى كولد ووتر؟ الهوت ووتر بيعالج السبرين والكرام شد العضل، والكولد ووتر نيرفس تيج. طب حسب الابيليتي، حسب قدرتها على الانتقال، في موجات ضعيفه بنسميها موجات ميكانيكال، ولازم لازم يجي لي عليه جفريزو. ايه تعريف الميكانيكال؟ ليه الكلمه دي ميكانيكال؟ هقول له نيد ميديم تو بروباجيت، لازم حد يشيلها وينقلها. ويف نيد ميديم تو بروباجيت، نوت ترافل ثرو فاكيوم، مش بتنتقل في الفضاء. طب زي مين؟ الميكانيكال ساوند ووتر، الميكانيكال ساوند ووتر. ايه الفرق بين الساوند والووتر؟ تقريبا كل الموجات اللي في منهج تاني اعدادي كله ترانسفيرس، ما عدا الصوت الوحيد اللونجيتيودنال، لونجيتيودنال يعني بيمشي كومبريشن وريفاكشن. طيب ايه تعريف الالكتروماجنتيك؟ دونت نيد ميديم، ترافل ثرو سبيس. كل الموجات الالكتروماجنتيك ترانسفيرس. انا عندي مين هيسالني عليه؟ لايت، انفراريد، راديو. ممكن يجي لي تركايه في الامتحانات، مين الموجات اللي بستعملها في الرادار؟ الراديو. طب سرعه الراديو زي سرعه اللايت؟ كل الموجات الالكتروماجنتيك سرعتها ثابته 3 باي 10 باور 8. مين مور سبيد؟ الالكتروماجنتيك مور سبيد، عشان كده طبعا الجيف ريزون واحده منهم بتيجي. ليه بنسمع الثاندر قبل ما نشوف اللايتنينج البرق؟ هقول له عشان اللايتنينج electromagnetic wave more speed، والثاندر ميكانيكال ويف لو سبيد. طب ليه بنشوف الشمس مش بنسمع صوتها؟ هقول له عشان الساوند ميكانيكال ويف نوت ترافل ثرو سبيس، واللايت electromagnetic wave ترافل ثرو سبيس. عندي اول حاجه كلمه ويف لينس. الويف لينس ممكن احسبها بكام طريقه؟ عندي طريقتين، يا اما من كريست لكريست، او من ترف لترف، او يعمل لي حاجه كده يشاور لي بالمنظر ده على موجة كاملة ويقول لي المسافة دي كلها 5 سم. المسافة كده مش كده اسمها موجة كاملة؟
طول الموجة الكاملة اسمه ويف لينث، طول الموجة الواحدة اسمه ويف لينث. طيب الويف لينث اجيبه ازاي بتاع الموجة الترانسفيرس؟ قال لك احسب المسافة من اتنين كريست او من اتنين ترف بس ورا بعض، سكسيسيف يعني ورا بعض، يبقى ديستانس بتوين تو سكسيسيف كريست اور ترف. ده بالنسبة للموجات الترانسفيرس. طب الموجات اللونجيتيودنال، المسافة من تو كومبريشن او تو ريفراكشن، بقيس الويف لينث بالميتر. طب ممكن قانون تاني للويف لينث؟ الويف لينث ليه قانون تاني اسمه ايه؟ الديستانس كلها عن نمبر اوف ويفز. بنقيس الويف لينث قلنا بالميتر. طب في وحدات اصغر من الميتر؟ قال لك اللي اصغر من الميتر مليمتر، مايكروميتر، نانوميتر، 10 باور نيجاتيف 3، 10 باور نيجاتيف 6، 10 باور نيجاتيف 9. عشان احول من نانو لميتر 10 باور نيجاتيف 9، من متر لنانوميتر 10 باور 9، من اكبر لاصغر الباور بالبوزيتيف. ايه تعريف الامبليتيود؟ ماكسيمم ديسبليسمنت يبقى امبليتيود. الامبليتيود بنجيبه من خط الراس. جاب لي مساله هنا بيقول لي يا ترى كام الامبليتيود؟ هو مشاور لي على كل ده 2، يبقى الامبليتيود 1 نص الكميه. طيب المسافه هنا بيشاور لي الخط ده ديستانس، هجيب ازاي الويف لينث؟ عندي طريقتين. اول طريقه اشوف الموجه الكامله خلصت فين، خلصت عند 4 يبقى الويف لينث 4 متر. او الطريقه الثانيه اعمل ايه؟ الديستانس كلها المسافه كلها 16. طب كم موجه؟ 1 2 3 4، هيطلع نفس الناتج. بعد كده عندنا قانون الفيلوسيتي، انا عايزه اقيس سرعه لعيب، فبقول لك اللعيب ده سرعته قد ايه، هتقول لي مشي مسافه قد ايه في وقت قد ايه. يبقى قانون الفيلوسيتي عباره عن ايه؟ ديستانس ديفايدد تايم، في دي على تي، فيلوسيتي ديستانس ديفايدد تايم. بس لازم الديستانس تبقى بالمتر، ويهمني الارقام دي طبعا. سرعه الضوء في الهواء 340، سرعته في الميه 1500، سرعته في الوود 1850. اسرع حاجه للصوت في السوليد، ليكويد، جاز. بعد كده عندنا تعريف الفريكوانسي، خدناه قبل كده. يعني ايه فريكوانسي؟ نمبر اوف كومبليت اوسيليشن ان 1 سكند. طب سرعه الموجات؟ نمبر اوف ويف ان 1 سكند. بقيس الفريكوانسي بالهرتز، والبريودك تايم بقيسه بالسكند. طبعا البريودك تايم عكس الفريكوانسي. في بعد كده ابتدى يتكلم على قانون اسمه لو اوف ويف بروباجيشن. لو اوف ويف بروباجيشن ده القانون ده يخص الموجات بس. بيقول ايه القانون ده؟ عشان اجيب سرعه الموجه لازم احسب الفريكوانسي، قلنا فريكوانسي يعني عدد الموجات. اعمله في ايه؟ اعمله تايمس ويف لينث، في طول الموجه نفسها. يبقى فريكوانسي باي ويف لينث، يبقى الفيلوسيتي فريكوانسي باي ويف لينث. واوعى تنسى لازم الويف لينث يتحول للميتر. طب لو هو مدوني بالسنتيمتر يبقى ديفايدد 100. طيب ايه علاقه الفيلوسيتي بالفريكوانسي؟ كل ما الفريكوانسي يزيد الفيلوسيتي تزيد. طيب ايه علاقه الفيلوسيتي بالويف الفيلوسيتي بالفريكوانسي دايركت والفيلوسيتي بالويف لينث دايركت؟ طب ايه علاقه الفريكوانسي بالويف لينث؟ هرسم موجتين واحنا نعرف، ادي الموجه رقم A والموجه رقم B. مين فيهم عندها فريكوانسي اكتر؟ رقم 2 عندها اعلى فريكوانسي. طيب اللي عنده فريكوانسي اعلى الاقي الويف لينث اقل. ويف لينث يعني المسافه من الموجه للثانيه، طول الموجه نفسها. يبقى الفريكوانسي عكس الويف لينث، العلاقه بينهم انفرس. علاقه الفريكوانسي بالفيلوسيتي بالفريكوانسي دايركت. طبعا ازاي في الامتحان انا هتلخبط؟ اكتب ايه؟ اكتب القانون فيلوسيتي فريكوانسي باي ويف لينث. ده وده بعيد عن بعض دايركت، ده وده بعيد عن بعض دايركت. الاثنين دول مع بعض بيشتغلوا مع بعض، هتلاقيهم علاقتهم مع بعض انفرس لعكس بعض. زي المساله رقم 9 هنا، انا هنا مشاور لي على ديستانس متر. الويف لينث اجيب ازاي الويف لينث؟ الديستانس كلها عن نمبر اوف ويف، في كم موجه؟ ادي 1 2، يبقى الويف لينث هيطلع 2 متر. طب الفريكوانسي؟ ماليش دعوه بالفريكوانسي، اجيب البريودك تايم. الوقت 0.2 ده وقت ايه؟ وقت نص موجه، عشان الحته دي نص. انا الموجه الكامله، الموجه الكامله عباره عن كريست وترف، يبقى الوقت ده وقت نص. يبقى الوقت الكامل ايه؟ هقول له 0 بوينت تايم تايمز 2 يبقى 0.4 سكند. ده كده جبت البريودك تايم. طب اقدر اجيب الفريكوانسي؟
البريودك تايم عكس الفريكوانسي، يبقى 0.4 واحط هنا 1 هرتز. طب الامبليتيود بجيبه من الخط ده اعلى ارتفاع يبقى 1 متر. طب الفيلوسيتي، ايه قانون الفيلوسيتي؟ فريكوانسي باي ويف لينث. الفريكوانسي بكام؟ انا لسه مطلعاه 1 اوفر 0.4. طب والويف لينث 2، اضرب الرقم ده في ده يبقى كده جبت الفلوس. هنا بيقول لي احسب الامبليتيود، الامبليتيود بجيبها من الخط الفيرتيكال، الامبليتيود 3 سنتيمتر. طب هنا في كلمه سنتيمتر يبقى ده طول موجه، بس هو انا مشاور لي من كريست لكريست، يبقى الويف لينث 15 سنتيمتر. واوعى تنسى تحول الويف لينث، اعمل له ديفايدد 100، يبقى كده انا جبت ايه؟ بالمتر، حولته لمتر. عايزه البريودك تايم قبل ما اشتغل، عشان اجيب البريودك تايم ارسم موجه كامله، وقتها خلص عندي كام؟ 4، يبقى البريودك تايم ايكوال 4 سكند. لو انا جبت البريودك تايم اقدر اجيب الفريكوانسي 1 اوفر بريودك تايم واقول له هرتز. عند الفريكوانسي وعند الويف لينث اضرب الرقم ده في ده يطلع لي الفلوستي. مساله تاني، مديني المسافه كلها، عايز الويف لينث، قانون الويف لينث الديستانس كلها على عدد الويف، نحسب ازاي عدد الويف؟ 1 2 3 4 5، يطلع الاجابه 30 سنتيمتر. لازم الغي السنتيمتر، اعمل له ديفايدد 100، كده حولته لمتر. كده تكون خلصنا مراجعه.